ماذا قال تشافي؟ ماذا قال تشافي مدرب برشلونة عن النجم المغربي حكيم زياش وقدومه إلى فريق برشلونة رسميا في الميركاتو المقبل بعد فضيحة فضيحة الخروج من دوري الأبطال، بعد ما تعمل ميركاتو تاريخي تخرج من دور المجموعات؟ ليه كده يا برشلونة؟ ليه كده يا اخوان لابورتا رئيس النادي؟ اتمنى تدعمني وتشرفني بلايك الفيديو والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس وتابع معانا الحلقة حتى نهايتها. المخطئ الاول في خروج برشلونة ليس تشافي او اللاعبين او الجمهور او اي شيء، وانما الادارة. الادارة اللي وقفت عائق امام رغبة تشافي في قدوم زياش في الميركاتو السابق. زي ما قلت لحضراتكم، تشافي كان طلبه الاول والاخير في الميركاتو السابق هو قدوم النجم المغربي حكيم زياش، لان تشافي مقتنع جدا بزياش، مقتنع جدا بامكانيات زياش. حتى تشافي كان له تصريح سابق واكد بان زياش هو ميسي الجديد لو كان تم استخدامه في الميركاتو السابق. لكن بعد المباراة تشافي اكد انه سيقاتل لقدوم الصفقات اللي هو عاوزها في الميركاتو المقبل في شهر يناير، وابرزها النجم المغربي حكيم زياش. تشافي قال لو هضحي بوظيفتي وامشي من تدريب برشلونة انا موافق لو ما جابوليش زياش وجميع الصفقات اللي طلبتها. تصريح ناري من تشافي. زي ايضا تشافي قال ان قدوم زياش بتوفيق ربنا تعالى هيساعد الفريق نحو التطور والمنافسه بقوه على الدوري الاسباني بعد الخروج الغريب. خلاص شبه رسميا محدش يحط امل ان برشلونه يقدر يصعد لدور ال16 من الابطال.